يسعد صباحكم عن جديد. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية يلي رح نحكي فيها عن واحد من الأمراض الشائعة بين الأطفال، وهو التهاب لسان المجمار يلي ممكن يؤدي لانسداد القصبة الهوائية وممكن يأثر على حياة الطفل. وين متواجد لسان المجمار بالنسبة للناس اللي ما بيعرفوا وين، وكيف ممكن نتصرف في حال إصابة الطفل بالالتهاب؟ كل هالتفاصيل رح يخبرنا عنها الدكتور المتخصص الموجود معنا لليوم. رح نرحب بالدكتور معروف موصلي اختصاصي بأمراض الأطفال لنأخذ معلومات الأكيدة والصحيحة. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. خلينا بداية مثل ما عم بيقول ورد نعرف مشاهدينا وين أساسا يوجد لسان المزمار وكيف عرف الطب التهاب لسان المزمار. تمام، بداية بشكركم على الاستضافة وعلى هالموضوع الفعلا هام، واللي ما كل البرامج الطبية ممكن تتطرق لهالحالة. لسان المزمار هو جزء من الحنجرة الموجودة مثل ما بنعرف بمنطقة الرقبة هون، يلي هو مسؤول عن إغلاق فوهة الحنجرة أثناء عملية البلع، وبالتالي بتحمي دخول المواد الطعامية والشراب والماء للطرق التنفسية. هي عبارة عن فعلا تشبه اللسان، عبارة عن قطعة صغيرة هيك مثل الاصبع، نسيج عضلي يعني؟ لا غضروفي تمام البحث. وخلينا نشبه الحنجره بوعاء صغير، فهو مثل الغطاء لما اثناء البلع بيسكر وبالتالي بيحمي. هذا القطعه هي اسمها لسان المزمار. تمام. المزمار هو لانه فوق الحبال الصوتيه من هذا المبدا. تمام، يعني بيسكر وبيفتح تماما مثل المزمار. بالضبط دكتور. فهي اذا التهبت تسمى التهاب لسان المزمار. اوكي، بكل هالبساطة. ببساطة. تمام. طب دكتور، يعني هاي القطعة الصغيرة واللي موجودة بمكان مفروض يكون محمي جدا وصعب وصول الجراثيم الخارجية والفيروسات لإله، هيك بنظرنا نحن، كيف تلتهب؟ حقيقة لا، هي موجودة هون مثل ما حكينا فوق الحنجرة تماما، عند أول ما بدنا نبلع هون موجودة هي القطعة. كيف تلتهب؟ تلتهب لأنه التجويف الفموي معرض لكل أنواع الفيروسات والجراثيم اللي ممكن تؤدي لالتهاب هاي الحنجرة، هاي القطعة اللي هي اسمها لسان المزمار. إلا أنه التهاب لسان المزمار عموماً عند الأطفال هو ممكن يصيب كل الأعمار، أشياء عند الأطفال خاصة بالفئات العمرية اللي هي من عمر تقريباً 6 سنين وطالع، من بعد ما تم إدخال برنامج اللقاحات. هلأ حنحكي عن هذا الشيء شوي تاني. الأهم عامل يعني مسبب لالتهاب اللسان المزمار هو جرثومي، مانو فيروسي، هو حقيقة جرثومي. وجرثوم يسمى بالمستدمية النزلية أو الهيموفيلوس إنفلونزا من النمط B، وأنواع تانية من الجراثيم. فإصابة هو ليش بيعشق هالمكان؟ هذا يعني له علاقة بطبيعة الجرثوم وارتباطه بمكان الإصابة، ما رح أدخل بتفاصيل له علاقة بالباثولوجي والقصص. بعد ما تم إدخال اللقاحات خفت كثير الإصابة بهذه الحالة، إلا أنها ما تزال موجودة. حتى بنسبة كثير قليلة، أحيانا تصل لثلاثة إلى 5% من الأطفال اللي هنن أخذين اللقاح. طب دكتور، خلينا نوضح لكل المشاهدين اللي عم بيحضرونا شو هي الأعراض يلي ممكن يحس فيها الطفل المريض في حال صار عنده التهاب لسان المزمار، وهل ممكن تتشابه هاي الأعراض مع التهابات أخرى مثلا بالحنجرة أو البلعوم؟ ممكن يكون عندنا في أعراض متشابهة؟ تمام. التهاب لسان المزمار صحيح حالة ما أنا شائعة كثير، إلا أنا موجودة وتعتبر مهددة للحياة بسبب سرعة التطور الحالة المرضية. بيجينا المريض أو اللي هو طفل عموما بحالة ترفع حروري شديد ومفاجئ، مع حالة عامة سيئة، بيكون الطفل منهك جدا، مع ثلاث علامات أساسية: عسرة بالبلع وصعوبة بالتنفس وعملية إلعاب نتيجة صعوبة البلع لدرجة أن الطفل ما عاد يقدر أنه يبلع حتى ريقه. فوجود هالعلامات الخمسة الأساسية مع سرعة التطور خلال ساعات، بيقول لك الأهل الطفل ما كان في شيء، خلال 4 إلى 5 ساعات عادة تحت 12 ساعة الطفل ممكن يوصل للإسعاف بحالة منهكة وشبه اختناقية. لسان المزمار لما بيلتهب بيتورم وبينتفخ كثير، وبالتالي هون تكمن الخطورة أنه ممكن يصير في عندي أنا انغلاق بمجرى التنفس، وبالتالي الخطر هو الاختناق. صح. ولسان المزمار لما عم بيلتهب ويتورم حقيقة كل الأنسجة المحيطة فيه بما في الرقبة كلها ممكن تتعرض لهالوزمة ويعني الارتشاح بالخلايا الالتهابية. تمام، يعني وهي حالة لا يستهان فيها أبدا. أبدا، هون تنمع الخطورة أنه ممكن تتطور بسرعة لحالة خطر. حالات وفاة أقل من 1% لأنها موجودة بالنهاية، وعادة بتكون قبل الوصول للمشفى. تمام. طيب في حال شخصنا هاي الحالة عند الطفل، التدخل بيكون إسعافي فوراً ولا فوراً؟ كيف ممكن يكون العلاج؟ مجرد طبيب اشتبه بهالحالة، الخطوة الأولى هو تأمين مجرى التنفس.
وهذا الشيء بيعتمد على تقييم حالة الطفل إنه قديش هو عنده عسرة تنفسية أو انزعاج بالتنفس. طبعاً من بعض الأعراض الثانية المرافقة هو بحث الصوت والصرير الحنجري أثناء الشهيق بسبب هالوزمة الشديدة، بيطلع معنا صوت خشن جداً وصعوبة. هلا احيانا ممكن يكون الطفل واصل بالمراحل المبكره والعسه التنفسيه بسيطه، لانه غالب الحالات بتوصل بالمراحل اللي هو يكون متقدمه صارت، لانه الاهل ما خطر ببالهم انه الحاله تشتد وهو سريع التطور. الخطوه الاولى هو الاكسجين. اكسجين اكسجين ريح المريض لحتى تهدي الحاله التنفسيه، لانه هو اصلا عنده صعوبه بالتنفس وتعطش للهواء وللاكسجين، لدرجه انه ممكن انه الطفل المريض ما بيقدر يتسطح، دائما اخذ وضعيه هيك يعني منحني للأمام. منحني للأمام وفاتح تمه بطريقة لحتى يأخذ الأكسجين. فالخطوة الأولى هو الأكسجين وتأمين مكان في المشفى، وأحياناً ممكن يكون بالعناية المشددة للمراقبة خوفاً من تطور حالة اختناقية مفاجئة. الخطوة الثانية هو البدء المباشر بالصاد الحيوي. طب دكتور عفواً، هون عندي بالسؤال، نحن يعني عامل الخطورة اللي بيكون عندنا بهي الحالة نتيجة تضخم لسان المزمار أو مثلاً من الالتهاب بيكون عامل خطورة؟ الالتهاب الشديد أدى إلى وزمة وبالتالي تضخم شديد ورم. كيف إذا الإنسان أكل رض وتورم المفصل عنده؟ نفس المبدأ. أوكي. الحالة الالتهابية بلسان المزمار أدت لتورمه وتورم كل الأنسجة المحيطة فيه، وهذا الشيء عم يضغط على مجرى التنفس وبالتالي ممكن يصير عندي اختناق بأي وقت. تمام. تعقيبا على سؤالك يعني من البدايه قلتي انه ممكن يكون في اعراض ثانيه مشابهه، اي تماما. اشياء حاله مشابهه هي الكروب او ما يسمى بالتهاب الحنجره والرغامه الفيروسي. هو حاله مشابهه من حيث العسه التنفسيه والسعال الاجش وصعوبه التنفس، الا انه بتختلف عن لسان المزمار انها امنه اكثر، والعامل المسبب لها غالبا فيروسي وليس جرثومي، محدده لذاتها، ما بحاجه علاج الا بالحالات اللي نادره ما تؤدي لاختناق عكس التهاب لسان المزمار، وهي إصابة الحبال الصوتية بالوزمة وليست لسان المزمار. أوكي. اللي هو موجود فوق الحبال الصوتية. أوكي، عطينا للطفل صاد حيوي، أمنا له مجرى التنفس. تمام. الحالة اللي بعدها، المرحلة اللي بعدها شو بيكون؟ المراقبة المشددة. موضوع الكورتيزونات مختلف فيه، والأغلب أنه يترك للحالات اللي هي في حال حدوث أنه الطفل احتاج تنبيه بمعنى تنفس اصطناعي، ممكن يوضع على كورتيزون بالمراحل المتقدمة عند عملية نزع التنبيه، وهذا موضوع ثاني تخصصي كثير ما حندخل فيه. طب لا ينصح هون مقارنة بالتهاب الحنجرة واللي هو الكروب، بالعكس هناك ممكن يعطى الكورتيزون كإنشاق بعلاج التهاب الحنجرة الفيروسي، في حين بالتهاب اللسان المزمار لا ينصح باستخدام الكورتيزونات. اوكي، طب لحتى ما نوصل لهي المرحلة في عنا طرق وقاية لحتى نحمي أطفالنا من التهاب لسان المزمار؟ لندخل لطرق الوقاية حأذكر حذكر أنه أهم عامل جرثومي مسبب لهم يسمى بالمستدمية النزلية من النمط بي أو الهيموفيلوس إنفلونزا. طبعا في عنا جراثيم تانية من المكورات الرئوية والعقدية والمكورات العنقودية، أحيانا ممكن تكون فيروسية. الالتزام ببرنامج التلقيح هو من أهم الأسباب اللي ممكن تحمينا من التهاب لسان المزمار، لأنه بيخفف كثير من إمكانية إصابة الطفل بهذا النوع من الجراثيم. الخطورة الثانية اللي تكمن بإصابة الطفل بهذا الموضوع غير موضوع الاختناق، أنه ممكن تتطور الحالة لذات رئة، انتهام بالدم، أو حتى التهاب بالسحايا. هي يعني بس تعقيبا للفكرة السابقة خوفا من أنه أنسى أحكي هالموضوع. الوقاية بالإضافة لموضوع اللقاح، الطفل المصاب يعزل تماما حتى ما يساعد على نشر هالجرثوم، خاصة بين الأطفال اللي هنا بالروضات، أو حتى خلينا نقول ضمن الأطفال ممكن موجودين ضمن إخواته الموجودين بالبيت. تمام. فهو العزل والبدء المبكر بالدواء الالتهاب، وعادة نستخدم صادين حيويين بالمراحل الأولى وبيكونوا عن طريق الوريد كون الطفل موجود بالمشفى ريسا ما تستقر الحالة. المرحلة الثانية بننتقل للصاد الفموي، مدة العلاج كتير مهمة، عادة لا تقل عن 7 إلى 10 أيام، بعض أنواع الجراثيم تحتاج 14 يوم من العلاج. تمام. بس ونتمنى صحة وسلامة لكل أكيد. الأطفال وأهليهم اللي عم يتابعونا. شكرا كثير لك دكتور على المعلومات، يسعد صباحك. شكرا كثير وبيسعد صباحك. شكرا لكم، شكرا استضافتكم. أهلا وسهلا دكتور.